وبالتالي ممكن حد يستغله طبعا في حاجات ضد القانون وضد المجتمع. فطبعا ضد المجتمع، ودي اهم حاجه، لان في الاول وفي الاخر الاطفال دي هي اللي هتنفع بلدها في الاخر. بالظبط كده يا فندم. فكانت طبعا يعني اهميه هذه القضيه وهذا الموضوع كان جه من ضمن الاولويات للسيد رئيس الجمهوريه، وبالتالي القياده السياسيه في وزاره التضامن الاجتماعي كان لازم تنفذ هذا البرنامج. والحقيقه شارك في الصندوق تحيا مصر بحوالي 114 مليون من تكلفة إجمالية 164 مليون و50 مليون من وزارة التضامن الاجتماعي. تمام. البرنامج ده الحقيقة بيعمل من خلال عدة مكونات أساسية بمنهجية علمية. كان عندنا الحقيقة قبل ما يبدأ البرنامج كان في عندنا جهود متفرقة من خلال المجتمع المدني، بيقوم بها بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ولكن كل في حدود إمكانياته في مناطق معينة. فطبعا ما كانتش بتبان في حجم المشكلة على مستوى الجمهورية. فلما بدأت الوزارة الحقيقة تهتم بهذا الملف، فكان أول حاجة اتعمل السيرفي، عرفنا حجم المشكلة قد إيه. تاني حاجة إن احنا اجتمعنا كلنا ودعينا كل الخبراء في هذا المجال من جمعيات ومنظمات محلية ودولية، ودي كان عددها من حوالي 25 جمعية ومنظمة. والحقيقة دعيناهم في وزارة التضامن وقعدنا مع بعض وتعرفنا على الخبرات بتاعت الناس كلها، وفكرنا مع بعض ايه هي الاكشن بلان او الخطة الفعلية بقى اللي احنا نتدخل بيها في هذه المشكلة. طب يا فندم، طبعا احنا موجودين في اول دار تم تطويرها بعد بداية البرنامج، عايز اعرف من حضرتك هل في عدد معين من دور الرعاية اللي حابين تطوروها عايزين توصلوا لهذا العدد، ولا انتوا بادئين بشكل عام لكل دور الرعاية اللي موجودة على مستوى الجمهورية؟ ده سؤال مهم، واذا سمحتين يا استاذة داليا خليني بس اتكلم الاول عن مكونات البرنامج. لان المؤسسات دي احد المكونات، وهي نمرة اتنين. نمرة واحد في المكونات الاساسية هي الوحدات المتنقلة اللي احنا واقفين قدام واحدة منها. الحقيقة لما جينا احنا عرفنا حجم الولاد وعرفنا اماكن تمركزهم فين، فكان محتاج بقى وحده تنقل فريق عمل مدرب كويس جدا من اخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومسعف واخصائي اداره حاله وسائق، ويوصلوا للولاد دول في اماكن تواجدهم، ده يتعاملوا معاهم ويبنوا جسور ثقه معاهم. طب يا فندم، السيارات دي بتكون موجوده امتى في الشارع؟ لو في اطفال حابه توصلها ازاي؟ هو اولا زي ما قلت لحضرتك في الخطه اللي بينت لي، او الخريطه اللي بينت لي اماكن تواجدهم فين، دي معمول خطه لسير العربيه بالاماكن بالمواعيد، ودي بتبقى شهريه وممكن تتغير حسب متطلبات العمل في الشارع. وعندنا برضو خط ساخن لو اي طفل او اي مواطن شاف طفل متواجد في مكان ما، واذا سمحتي لي اقول الرقم ده برضو، هو 16439. ده خط ساخن 16439. ده الخط الساخن للبرنامج. ده بالإضافة إلى خط نجدة الطفل اللي هو 16000، كلنا عارفينه. أي حالة بيتم الإبلاغ عنها من خلال الخطين دول بتتوجه على طول الوحدة المتنقلة بفريق العمل، وبيتعاملوا على طول مع الحالات المطلوب التعامل معها. هل هي عدد سيارات معينة على مستوى الجمهورية، ولا كل محافظة ليها عدد سيارات؟ هي الحقيقة موزعة حسب كثافة توزيع الأطفال دي في العشر محافظات. عندنا إجمالي الوحدات المتنقلة 17 وحدة متنقلة مختلفة الأحجام، من ميكروباص لميني باص لحاجة اسمها ميدي باص، أقل من الأوتوبيس شوية. تمام. مجهزة الحقيقة بكلها من الداخل بأدوات جاذبة للأطفال زي بلاي ستيشن وجيمز وبعض المهارات.